السلام عليكم، يا مساء العسل، يا مساء المحبة والنجاح الدائم إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. ومرحبا بكم في قناتكم أفكار وديكور نورية. وصفتنا نهار اليوم وصفة شابة 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 وبنينة، مادلين الميكسور، تم تواجديه لضيوف الغفلة. إذا جاءوا عندك ضيوف هذا ما يسلكك، مادلين الميكسور، تم تروح إلى المطبخ تاعك تواجدي الأشياء تاعك، المهم تم تواجديه، يعني كل شيء تخلطه مع بعض. ما تخسري أواني، ما تضيعي أواني، ما تقعدي تغسلي، المهم عطيته تزيين. يا الشوكولا مبشورة من الفوق جات تحفة 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 مع عطر الكراميل. جا واحد البنة، يعني روعة، يعني جربوا حبوباتي هذه الوصفة، متأكدة باللي رايحة تعجبكم، سهلة مهلة، وحتى أنه يجي خفيف من الداخل. شوفوا كيفاش، يعني نقسم لكم حبة تجي خفيفة خفيفة خفيفة، والبنة ولا أروع. تبعوا حبوباتي الليل أخير، ورايحة متأكدة بلي رايحة تعجبكم. شوفوا كيفاش، يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالوصفة تاعنا على بركة الله. هنا عندي هذا الغراف، يعني كل شيء تخلطيه مع بعض. عندي 3 بيض فقط، هذا الطاس اللي حطيت فيه البيض، يعني ما تغسليش حتى اواني، ولا الكيس اللي تعبري بيه هذا مكان، ولا الميكسر. المهم 3 بيض، راح نحط 3 بيض هنايا بمقادير قليلة، نصف كاس سكر، تقدروا تضعفوا المقادير، نصف كاس حليب، كل شي مع بعض لضيوف الغفلة، نصف كاس زيت، ملعقة تاع فاني، تقدري هنا تضيفي سكر فاني أو تضيفي قشور ليمون أو قشور البرتقال، يعني هاد عطر الكراميل تجي فيه واحد البنة تحفة تحفة تحفة، يجي بنين. ملعقة صغيرة تاع عطر الكراميل، كاس فرينة ممسوحة، نضيفه قبل كاس فرينة ممسوحة، نضيف لها ساشي تاع خميرة الحلوى، نصفيها هنا، الفرينة راني مصفيتها، لابد تصفوا الفرينة. نصف كاس تاع فرينة، يعني هنا عندنا كاس ونص تاع فرينة، نضيف لها هنايا الملح، يعني قرصة تاع ملح. كل المعجنات أو الحلويات نضيف لهم قرصة تاع ملح، كذلك الملح رايح يعطينا بنة للحلوى تاعنا أو للمعجنات تاعنا. هنايا راح نخلطها بالميكسر، نخلطها مليح بالميكسر، ونشوفوا الخليطة تاعنا كيفاش. هنا الخليط جاني شوية خفيف، خاصه شويه، ضفت لهنايا ملعقه تاع فرينه، يعني ماهيش بومبي، خلطها مليح. شوفوا القوام تاعه راه عاد خفيف، لابد يجينا كيما الخليط تاع الكيكه او تاع المسكوتشو. هنا يونا ضفت له ملعقة تاع فرينة، ماهيش بومبي. دائما نذكركم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم خلط مليح بالميكسور، دوك تشوفوا القوام تاعه كيفاش يجي قوام كيما المسكوتشو او الكيكه. ها هو الخليط تاعه، يعني فقط بهذا الغراف شوفوا كيفاش ما هو ثقيل ما هو خفيف كيما المسكوتشو. فقط بهذا الغراف رايحه نفرغه في الليمول تاعنا. عندي هنا مول، هنايا حطيت لهم الزيت وغبرتهم بالفرينه. اذا كان عندكم الكيسات تاع المادلين وضعوا الكيسات تاع المادلين يجي اسهل طريقه. المهم انا ما كانش عندي فقط الزيت وغبرتها بالفرينه، فقط بهذا الغراف نحط الخليط تاعي، يعني كل شيء تخلطيه مع بعض. نحط الخليط تاعي هنايا، راني واضعه الفرن يسخن، لابد الفرن يكون ساخن مليح، ساخن جيدا. من بعد كي يسخن لك مليح عاد توضعي المسكوتشو او المادلين، عفوا المادلين تاعك، ونقصي للفرن تاعك. رايحه نعطيه هنايا تزيين بسيط. هنا كان عندي انا شوكولا، زينته بالشوكولا مبشوره، شوكولا بالحليب. اذا كان عندكم السكر وضعي السكر او جلجلان او اي تزيين تبغيه انتيا، او الفول السوداني. جاتني هنا 12 حبه، اذا ضعفتوا المقادير راح تجيكم يعني كميه مليحه. المهم دائما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبوباتي ما تنسونيش باللايك والمشاهده والاشتراك، لايك 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 حبوباتي، والشير ما تنساوش الشير حبوباتي، باش الكل نكبر مع بعض ونكونوا اجدع ناس. هاونا المادلين تاعنا يجي تحفه تحفه تحفه، ويعطينا هذيك البنه الشابه لعطر الكراميل مع الشوكولا. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نكون في حسن الظن تاعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من له ستر علي.